جانبين يتمتع الجمهور باللقطات الكثيرة أو اللقطات الجيدة الكروية. هذا ما نتمناه، لأنه تقريب ما حضرناه لدربيات دربي العاصمي هو كلها تقريبا دربيات واعدة، ما عدا في بعض الحال الأولى، هذه الأولى المحاولة الأولى كانت رائعة وجميلة برأسية من يعلاوي على ما يبدو بعد تنفيذ هذه الركنية وخارج إطار الحارس السابق للجزائر زيناوي. أكيد في لقطة مثل هذه يعني اللاعب يعلاوي اللي كان حر تماما بدون مراقبة، هذا يعتبر خطأ فادح بالنسبة لدفاع اتحاد العاصمة، لأن دربيات مثل هذه يقول أن راح تلعب على الجزئيات، وممكن الجزئيات من بينها هي هذه الكرة الثابتة. إن شاء الله تلعب على الجزئيات.